خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا، الرئيس السيسي يؤكد التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة ويريفان. الرئيس السيسي يؤكد مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. انتهاء محادثات القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة، وحماس تقدم مقترحها إلى الوسطاء خلال يومين، 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تشهد العلاقات المصرية الأرمينية ازدهارا كبيرا من خلال زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين. وعلى الصعيد السياسي، تتوافق القاهرة ويريفان في مواقفهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع تواجد جالية أرمينية كبيرة في مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقتهما السياسية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأرميني أن المباحثات شهدت التأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني. المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية، وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية. أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني، وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استعرض خلال محادثاته مع رئيس وزراء أرمينيا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتلة. أكد الرئيس السيسي أنه يتحتم تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة. قد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب. كما أكد الرئيس السيسي أيضا دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. هذا وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر وعلى مساندتها الكاملة للحوار والتفاوض بما يحقق مصالح شعوب المنطقة. أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات، سعيا لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية يحقق مصالح شعوب المنطقة.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأرميني عن أسف بلاده بخصوص استمرار الأوضاع الصعبة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء. كما أشاد أيضا بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين. فخامة الرئيس أرمينيا تتأسف جدا بخصوص اشتداد الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي عشرات ألاف في الضحايا الأبرياء، فإحنا نتأسف، فإحنا شهدنا بأنفسنا هجمات على المدنيين السلميين وعلى البنية التحتية المدنية، وبالتالي احنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وبالتالي احنا كمان نشيد بخطوات جمهورية مصر العربية لادخال المساعدات بدون اي عقبة، وكمان لاستقبال جرحى الفلسطينيين يعني اجلاء الأجانب. كان رئيس السيسي قد استقبل رئيس وزراء أرمينيا بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين. هذا وقد شهد السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والبيئية، كما عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تناول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الحرص على استمرار التشاور بما يخدم مصالح الدولتين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لا سيما على المستوى الإقليمي. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى الخليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة،
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح، كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة. أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية، والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كافة القطاعات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية، والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كافة القطاعات. من جانبه أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع وزير الدفاع الكيني أدن باريدوالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد أدم بارليدوالي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الأفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات، فيما أشاد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقائه وزير الاستثمار الإماراتي ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، حيث ثمن مدبولي الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع. وناقش الاجتماع مخططات مدينة رأس الحكمة والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لوضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة. من جانبه أكد وزير الاستثمار الإماراتي أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وأشار الاجتماع إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء مقابل الدمج السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة. وخلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، أشار مدبولي إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالي، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات وفي رفع كفاءة الحالية الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل. وأشاد الفريق أسامة عسكر بما شاهده من مستوى تدريبي متطور وكفاءة قتالية عالية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالي، بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف. نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتي قوات المظلات والصاعقة. تضمنت هذه الزيارة عروضا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عال في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاتين المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة. المبادرات بتيجي باستمرار عندنا ويوفرنا حاجات كتيرة، وكل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس انه فاكرنا دايما في المواسم الحلوة. ولم يقتصر توزيع المساعدات على الأماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، إنما تمتد إلى مقار إقامتهم وأماكن عملهم، حيث حرصت الوزارة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه فاكرنا في حاجة زي كده ومش ناسينا. أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقف جنبينا وفكرنا دايما في كل حاجة وفي كل خير. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا إنجازات في الصوامع وعمل لنا تكاسي في الطرق، كان كل شوية ننزل نبحث ونطلع، لكن دلوقتي الإنجازات ما شاء الله التكاسي حلوة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد. من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية، ووسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي. كل سنة هو طيب وعيش عليه بخير ويزيدوا من نعيم الله. أنا بحب أشكر وزارة الداخلية على أنهم وجوه موزع علينا الكراتين، وربنا يخلي لينا يا رب ما يحرمنا من أبد. الله يخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا ومراعينا. كل سنة حضرتك طيب وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. أنا مبسوطة إن سيادة الرئيس فاكرنا وجاي لنا لحد الأراضي الزراعية ومدينا مبادرة كلنا واحد، وربي دايما يبقى فاكرنا على طول. لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية، والذي يأتي في مقدمة أولوياتها. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب ما يريد وإحنا بنحب مصر، هنا مصر اللي عايزينها. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما سيبناش في المبادرات في أي وقت وفي أي مناسبة، على طول جايين لمحافظة السويس. وكل سنة هو طيب وكل سنة والناس كلها طيبة يا رب. وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. نشكر السيد الرئيس اللي هو جاب لنا كارتينة رمضان، وكل سنة هو طيب. كتر ألف خيرهم إنهم واقفين جنبينا ومفكرنا على طول على طول على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عقبال كل سنة ورمضان يبقى مبروك عليه ويفتكر الغلابة.
حبيبه الملايين غاليه وجوه العين يوم خمسه ربنا يخلينا الريس ويطول لنا في عمره. لما قرب وبعيد شعب الايد ما نحرمش منك يا رب وبارك لنا فيه ويديله الصحه. بنحب مصر هنا مصر حضرتك طيبه هرمش من الرايس وربنا يخليكوا لنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخر مصر كلها. هنا ما بنعرفش الخوف نتحدى في اي ظروف فلوس الرئيس الجمهورية بتاعنا وربنا يخليه لنا وتحيا مصر وربنا يخليه. بالمبادرة دي دايما على طول يفرح بيها الغلابة كلهم. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ويحيا رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيكم تحيا مصر بشعبها وأهلها. قرر مفوضو حركة حماس البقاء في القاهرة ليوم ثالث لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع وسطاء. وقالت مصادر أمنية مصرية إن إسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنهما متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى اللحظة. يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث تواصل مصر والوسطاء جهودهم لوقف القتال في غزة قبل الشهر الكريم ولإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. رحبت الوزارة بالبيان الختامي للدورة 159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، وبمخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. تمنت الوزارة تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وزيادة الدعم المقدم للأونروا. وخلال قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي استخدام واشنطن لحق الرفض الفيتو ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جانبه أدان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجازر بحق الشعب الفلسطيني مؤكدا الرفض التام لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين. ما أطلق عليه بمجزرة الطحين، هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صبيحة يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024
بحق المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات في مدينة غزة وشمالها، والتي خلفت العشرات من الشهداء، 124 شهيد وأكثر من 800 من الجرحى. هي جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وتثبت مجددا مضيها في سياستها المعلنة في تهجير شعبنا بالقوة، وإثبات آخر للمجتمع الدولي والدول التي تدعم إسرائيل على أنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين وإغاثتهم. وفي ملف دعم غزة، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمه اللوجستي للأشقاء الفلسطينيين على أرض مصر. أطلق تحالف مجلس الشباب المصري مشروع إطعام لمساعدة الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عبأ متطوع مجلس الشباب المصري اليوم 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في محافظات مصر. التحالف الوطني طبعا هو أحد أزرع الدولة للمسؤولية المجتمعية، وتحت التحالف بقى بعض الجمعيات والكيانات الكبيرة، منهم مجلس الشباب المصري اللي احنا بصدد بنتكلم عنه دلوقتي، وعن متطوعين وعن لجنة الإغاثة بتاعته، وإن شاء الله نستكمل بقى المواضيع اللي احنا فيها دي في رمضان، لأن رمضان بالنسبة لنا كمان مهم. الناس دي مش في بلادها ومش في بيوتها، فرمضان بالنسبة طبعا ليهم يمكن يكون مختلف، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا نقعد معهم في كل حتة وفي كل إقليم وفي كل مكان. يعني إن شاء الله مقسمين رمضان ده بطريقة يعني إن شاء الله يعني تخلي نفسيتهم أفضل وأريح من الاضطراب اللي هم فيه. موجودين النهاردة لتنفيذ برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية، دي أحد البرامج اللي شغال عليها مجلس الشباب المصري. النهاردة بنعبي المواد الغذائية، هنوزع المواد الغذائية دي على الأسر الفلسطينية المتواجدة داخل 28 محافظة. في جزء من المساعدات دي هيروح للأسر الفلسطينية الموجودة في العريش، في مجموعة من المواد الغذائية هتروح للأسر الفلسطينية الموجودة سواء في محافظة الجيزة أو في محافظة القاهرة أو في محافظات الدلتا أو في محافظات القناة. المساعدات ضمت أيضا مواد لوجستية وإعاشية متنوعة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم قبل دخول شهر رمضان المبارك. احنا شغالين زي ما حضرتك شايف المتطوعين، اول ما تم طرح عليهم المشروع ورؤيته هم حبوا جدا الموضوع ان هم هيشاركوا وان هم هيوصلوا للاسر الفلسطينيه وهيوصلوا لهم الحاجه لحد عندهم، وهيبداوا يساعدوهم وهيبداوا يشوفوا ويسمعوا منهم تجربتهم في اللي بيحصل هناك، غير ان هم بيشوفوا على التلفزيون. او كمان مجموعه من المتطوعين منهم شاركوا في ان هم يوصلوا المساعدات لحد المعبر هناك. النهارده متواجدين بقالنا اكتر من يومين هنا في اكتوبر علشان نجهز التعبئه الخاصه بالمواد الغذائيه اللي بتوصل لاهالينا الفلسطينيين المتواجدين بجمهوريه مصر العربيه. النهارده بيتم اعداد مواد غذائيه على اعلى مستوى، كميات كويسه جدا ومعقوله. احنا النهارده موجودين هنا علشان اخواتنا الفلسطينيين، احنا بنجهزنا مساعدات ليهم لدخول رمضان. احنا موجودين هنا بقالنا 48 ساعة. المساعدات مكونة من مساعدات غذائية وملابس وبطاطين، المساعدات اللي اخواتنا بيحتاجوها. احنا موجودين هنا على مدار 48 ساعة بنجهزهم، وان شاء الله تسلم النهاردة. برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية جاء في إطار الموقف الرسمي والشعبي الذي اتخذته مصر، ليس فقط منذ بداية الأزمة الحالية، بل هو موقف مصر التاريخي منذ نشأة القضية الفلسطينية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، عملت مصر على بذل كل الجهود الهادفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين. بالتوازي مع ذلك، نفذت مصر أيضا عددا من عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري من العريش.
مساء الخير زملائي الأعزاء، مساء الخير على مشاهدي تلفزيون مصري في كل مكان، وإطلالة جديدة على يعني الجهود المصرية على المستوى الإنساني والإغاثي. إذا بدأنا بالمشهد في محيط معبر رفح الحدودي، نتحدث اليوم وفقا لأحدث يعني أرقام أو أحدث رقم مرور ما يقرب من 168 شاحنة عبر منفذ كرم أبو سالم و30 شاحنة عبر منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز. أيضا لا زالت أبواب المعبر مفتوحة أمام تدفق الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتوزيعهم على كافة المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة المصرية. أيضا المعبر استقبل صباح اليوم عدد من مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات الأجنبية والعربية والمصرية. أما على صعيد الزيارات، كان هناك زيارة مهمة في واقع الأمر، وفد إيطالي مكون من 40 فردا. يعني هذه الزيارة تحمل بين أو تجمع بين طيتها برلمانيون وصحفيون وناشطون في المجال الحقوقي، بالإضافة إلى أساتذة الجامعة. ملخص هذه الزيارة أو العنوان الأبرز لهذه الزيارة هو استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، ولكن في هذه المرة بوجود صحفيين وإعلاميين إيطاليين ليرفعوا الصورة وينقلوها إلى المجتمع الدولي، وهو ما أكدوا عليه أننا جئنا لنطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف إطلاق النار وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وأيضا الكشف عن انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء، ومن ثم رفع الصورة إلى المجتمع الدولي وأيضا إلى محكمة العدل الدولية بعد طبعا تغير كبير في الموقف الدولي. ربما آخر تغير هو الموقف الأمريكي، وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو كان عكس الاتجاه السابق بالحديث عن تهدئة، وأيضا تحدثوا عن ضرورة وأهمية إلزام إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية. إذن هذه الزيارة تصب في اتجاه الضغط على إسرائيل والضغط على المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية باتجاه وقف إطلاق النار وباتجاه إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية. ويمكن بعد غد الخميس هناك أيضا زيارة لوفد بريطاني خلال اليومين القادمين تصب في هذا الاتجاه. إليكم زملائي في الاستوديو. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مصر تؤكد دعمها لكافة مساعي الصومال لتحقيق الاستقرار والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لكافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي. وخلال استقباله للقائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي عمر، لفت شكري إلى دعم مصر لكافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري. كما استعرض شكري التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر والتي تعد نتاجا لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، هو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا اتصالا بمخاطر توسيع رقعة الصراع في الإقليم. من جانبه أعرب المسؤول الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه. العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على موقف الجامعة العربية المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضي البلاد. خلال استقباله وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال علي عمر، أكد أبو الغيط رفض مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في يناير الماضي. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السوري فيصل المجداد، وأوضحت الجامعة العربية
أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي والحرب التي تباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة. هذا وأكد أبو الغيط أن الحفاظ على سيادة سوريا وعلى تكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تعد محل إجماع كامل من الدول العربية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل سريع في السودان. جاء ذلك خلال استقباله اللجنة رفيعة المستوى والمعنية بالسودان التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة محمد بن شمباس، حيث بحث الجانبان جميع جوانب الأزمة السودانية المستمرة منذ نحو 11 شهراً. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط بمقر الأمانة العامة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وخلال اللقاء ناقش أبو الغيط مع رئيس الوزراء الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين. من جهته أكد رئيس الوزراء الأرميني على حرصه لتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان. قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة السويس قافلة طبية بحي فيصل بمحافظة السويس. شملت هذه القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة للمواطنين للكشف والعلاج والمتابعة ضمن خطة لخدمات تقدمها المؤسسة بمحافظة السويس. البداية الأول بس بحب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الرائع اللي معمول في معانا في المؤسسة، ودايما الناس اللي هم الأكثر احتياجا يتوالى بيهم دائما وأبدا. يعني جوه السويس عندنا في السويس هنا في المؤسسة النهاردة في مستشفى أنس بن مالك قافلة طبية فيها 10 تخصصات مع جامعة السويس. طبعا بشكر السادة الدكاترة اللي جايين والمتطوعين النهاردة مستهدفين بتاع حوالي 1000 مستفيد إن شاء الله بإذن الله. إحنا كجامعة وككلية طب بنقدم التخصصات المختلفة من أطباء، بنقدم الأدوية. حياة كريمة بتشارك معنا في برضو بيجيبوا مجموعة من الأدوية وبيشارك معنا جهات أخرى على أساس نقدم خدمة متكاملة مش بس خدمة طبية. يعني هتلاقوا في محو أمية، هتلاقوا في بعض برامج التثقيف الصحي للمواطنين، محافظة السويس ممثلة، هتلاقوا في وحدة السكان موجودة بيعملوا توعية للمواطنين. فدايما احنا في كل القوافل بالاشتراك مع حياة كريمة بتبقى منظومة متكاملة الحقيقة يعني، وده بيخلي القافلة دايما بتنجح، وده أقل شيء احنا نقدر نقدمه كجامعة السويس للمواطنين في السويس. بمناسبة الافتتاح النهاردة في افتتاح 12 حضانة طبعا بيكون بأسعار مخفضة جدا جدا عن الخارج بتعليمات معالي الوزير المحافظ، وفي النهاردة طبعا قافلة طبية جميع التخصصات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. احنا النهاردة تحت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في اطار القوافل الطبية اللي بتتم في مؤسسة حياة كريمة، النهاردة بنتواجد بحاجة جديدة جدا في مستشفى أنس بن مالك. مستشفى أنس بن مالك ديت من أقدم المستشفيات هنا في محافظة السويس، بس تم تطوير فيها الفترة الأخيرة، وإحنا قصدنا النهاردة إن إحنا نعمل أول قافلة طبية فيها. هي المستشفى هنا بتتعامل بأجور رمزية على المواطنين، لكن إحنا النهاردة نازلين بكل جميع التخصصات وجميع العلاج مجانا.
احنا دور مؤسسه حياه كريمه هنا بنساعد المواطنين في ترقي الخدمه بتاعتهم. مش بس كده، لا، احنا لو في حاجه لقينا مثلا الدكاتره محاولينها محتاجه عمليه او محتاجه تدخل جراحي فوري، بنعمل لها يعني تحويل من المؤسسه على مستشفى جامعه السويس او عين شمس. مشاركتي النهارده مع حياه كريمه للناس اللي هي فقراء وايتام والناس اللي هي غير قادره، على اساس يجوا يكشفوا بالمجان وادويه بالمجان ليهم ان شاء الله. احنا ان شاء الله جايين عشان خدمه اهلنا في مدينه السويس، قوافل الطبيه مع مبادره حياه كريمه لتوفير الخدمه الطبيه لاهالينا وتوفير العلاج بالمجان، وان شاء الله احنا منتشرين في كل ارجاء او اطراف مدينه السويس وكل القرى اللي حواليها عشان تقديم الخدمه الطبيه اللائقه والمناسبه لخدمه اهالينا ان شاء الله في المدينه. حابه اشكر حياه كريمه وناس كويسين كلهم وناس محترمين، والمستشفى كويسه والشغل فيها كله ممتاز وانظف مستشفى على مستوى السويس ان شاء الله. انا جايه اكشف مستشفى مجانا والعلاج مجانا والكشف مجانا، ومفرض لنا العلاج وفرنا لنا كل حاجه. نشكر حياه كريمه على المبادره الكريمه اللي قايمين بيها. معانا النهارده 100 متطوع، بحكم ان انا معايا فريق متطوعين، يعني 100 متطوع النهارده بيشاركوا في الفعاليه. متطوعين المحافظه وصلنا لحوالي 300 متطوع فعال. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبار الاقتصاد، نتابعها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم ريهام ونهى. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليارات دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير من عام 2024، بارتفاع قدره 60 مليون دولار. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أهمية مدرسة ظهرة التكنولوجيا المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني في بورسعيد، وما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة عمليا وتطبيقيا وتقنيا ومرتبطة بالصناعة فعليا، لافتا إلى أنها إحدى ثمار الهامة لاستراتيجية عمل اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول في مجال التعليم الفني الصناعي، والتي نراعي فيها تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحيط من خلال مشروعات مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات، والتي نراعي فيها أيضا مع شركائنا التوجهات العالمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان مدرسة ظهرة بحضور نائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة. الشباب بتوعنا بياخدوا مناهج وتطبيقات على أجهزة الكمبيوتر بكل المعلمين أو المدرسين أو المهندسين اللي بيدوهم على أحدث وأعلى مستوى من التدريب. من ناحية تانية دخلنا برضو فصول للثانوي التكنولوجي التطبيقي، وسواء سنة أولى أو تانية أو تالتة، وشفنا البنات والصبيان في فصول للكهرباء أو في فصول للميكانيكا والطاقة، والحقيقة حاجة كانت مشرفة جدا، والحقيقة ساعدنا بشوفنا المستوى الوعي والعلم والتدريبي اللي وصلوا له أبنائنا وبناتنا في الصف الثالث. وفي سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت العرب للبيع وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.79 تريليون جنيه.
أما على صعيد المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 41% ليغلق عند مستوى 30668 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 14% ليغلق عند مستوى 7455 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 10535 نقطة. قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن العديد من الدول ترى في تجمع بريكس نموذجا أوليا لهيكل يوحد جنوب وشرق العالم، وأضاف أن المكانة العالية والدور البناء لبريكس في الاقتصاد والسياسة العالميين يجذب انتباه الدول الأخرى التي بدأت تبدي الرغبة في الانضمام إلى أنشطة الرابطة، معتبرا التجمع نموذجا أوليا للتعددية القطبية. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى ريهام ونهى. شكرا جزيلا لك يا مرنا. والآن نختتم هذه النشرة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا، الرئيس السيسي يؤكد تطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة ويريفان. الرئيس السيسي يؤكد مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. بعد يومين من المحادثات، مفاوضو حماس يقررون البقاء في القاهرة ليوم ثالث لمواصلة المفاوضات. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.